إن كانت لهذه الإبداعات الفنية أن تتكلم لروت لنا حكاية التحدي والمعاناة التي تعيشها المجتمعات في القارة السمراء. إنها قضايا معاصرة تأتي بأشكال مختلفة في كل مكان. في بعض الأقاليم هي واضحة جدا ويمكنك الشعور بها. إن نظرت في العمق للاحظت بأنها قضية كل إنسان. أثار الفنانون موضوع التهجير كعيش الأفارقة وعملهم في الشتات طوعا أو إكراها بسبب مجموعة من العوامل المحيطة كالاضطرابات السياسية والمشاكل الاجتماعية. رسالتي هي عن الشتات الأفريقي. أعيش بهوية تحت الاستجواب، هل أنا بريطاني أم أنا جامايكي؟ وأسأل بشكل مستمر من قبل كلا الطرفين. لوحاتي ومنحوتاتي تعكس هذا الصراع، صراع الهوية. غالبا ما ينظر إلى أفريقيا على أنها قارة المساعدات والديكتاتورية ومصدر الأمراض الخطيرة وقارة عدم الاستقرار والفقر، ولكن هذا المعرض يعكس صورة تفاؤلية عن القارة وبصورة مغايرة تماما عما اعتدنا عليه. اسم هذا المعرض كما هي، الذي حرص منظموه على إثارة القضايا الإنسانية بشكل فني معاصر، ينقله الفنان كما هو. عمر ركابي، صباح الخير يا عرب.